كشف مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان اليوم الخميس 20 تموز 2023 أن وفداً رفيع المستوى من وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين سيزور إقليم كردستان في الأسبوع المقبل، فيما لفت إلى أن الوفد سيعطي إنذاراً نهائياً للأحزاب الحاكمة من أجل حل مشاكل قوات البيشمركة وتوحيدها. وقال المصدر المسؤول أن الضغوطات الأمريكية بدأت بالازدياد على حكومة الإقليم خلال الآونة الأخيرة، وسيصل وفد رفيع المستوى من الدفاع والخارجية الأمريكيتين إلى كردستان في الأسبوع المقبل لمناقشة ومعالجة مشاكل عدم توحيد قوات البيشمركة حتى الآن. وبحسب المصدر فإن قائد قوات التحالف الدولي ماتيو ماركوفالين أبلغ رئيس الإقليم نجرفان بارزاني في لقائه معه الأمس بأن بلاده ستوقف الدعم العسكري واللوجستي للبيشمركة في حال لم تتوحد صفوفها واستمرار المشاكل الحالية فيها. والجدير بالذكر أن إقليم كردستان بدأ فعليا بخطوات توحيد قوات البيشمركة وفصلها عن القيادة الحزبية وجعلها تحت أمرة وزارة البيشمركة بعد أن قام بدمج عدة ألوية مشتركة من قوات 70 التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني وقوات 80 التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، إلا أن العديد من الألوية العسكرية ما زالت تعمل تحت التوجيهات الحزبية بعيدا عن الأوامر العسكرية الحكومية.